السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبسلام. ورجعنا فيديو جديد من لعبة فورتنايت، تحديات النهضة، تحديات سكندوم. بس قبل ما نبدأ بالتحديات، تنسون لايك واشتراك بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات حتى توصلكم الفيديوهات الجاية إن شاء الله. والمطلوب منا زيارة دكتور دوم بشخصية دوم. طبعا أكيد راح نعرف شخصية دوم، إذا ما تقدر تفتحها ما راح تقدر تسوي هذه التحديات أيضا، فلذلك راح تروح وتاخذ شخصية دوم وراح تروح تزور منطقة اقليم دوم، راح يكون بوسطها تمثال دوم ويكمل عندك التحدي بابسط ما يكون. بس لازم تكون ماخذ شخصية دوم او سكن دوم. اتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسون لايك واشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات حتى توصلكم الفيديوهات الجاية ان شاء الله، ودعموني بقناة ايتم شوب اللي ظهر على يسار الشاشة. كان معكم هنتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.